طيب احنا معانا نجم نادي المقاولين العرب كابتن سعيد الشيشيني، هو عاوز لما عرف ان انت موجود معانا فعايز واجه لك رساله. هنسمع هنقول ايه ونعلق على كلامه بعد كده. اخلاقه عاليه، كان راجل هادي، راجل ما بيعملش مشاكل، راجل في الملعب انا كنت بستمتع بلعبه، حتى لو كنا بنلعب ضد بعض كنت بستمتع بلعبه. وطبعا مختار كان زميلي في الملاعب، وطبعا بطل زي اي حد بيبطل، انما هي طبعا المشكله انه بطل بسبب الاصابه اللي طبعا هو قال، وانا طبعا انا قلت طبعا مش ممكن مختار او انا عن نفسي انا مش ممكن اذي لاعب، انما هي المشكله زي ما قال، وانا طبعا هوريها لكم فيديو زي ما قال ان انا ماليش دخل في الاصابه خالص، انما هي سنه الحياه. طبعا بعد ما اتصاب والكره اساسا ما كانتش فاول، انما هو المستوى الطب في الايام دي ما كانش متقدم قوي، فطبعا التشخيص بقى تشخيص مره يقولوا له رباط، مره يقولوا له وتر، مره يقولوا اربطه، ما يعني زي ما قال برضو الكابتن مختار، انما هو ربنا سبب ده سبب من الاسباب. انما مختار كان زميلي، طبعا انا رحت ماتش اعتزاله وهو راح ماتش اعتزالي، وبعد حتى ما بطلنا رحنا خدنا الدورات، الدورة الأساسية والدورة المتقدمة، وهو راح كل واحد راح شق طريقه بمعرفته. هو طبعا من المديرين الفنيين اللي ناجحين جدا في مصر، طبعا اتكرم على الروح الرياضية لأن طلع برأني وقال إن أنا ماليش أي دخل، وفعلا أنا ماليش أي دخل في الإصابة بتاعته. انا بقول الكابتن سعيد الشيشيني كابتن مختار براءك، هو رسمي قدام كل الجميل، وانت شخصيه جميله وشخصيه محترمه، وطبعا زي ما بيقول الكابتن مختار دي اقدار، وده كان في الوقت ده بالذات ان لازم تجيله الاصابه ويبطل بسببها قدر طبعا، ونصيب.